في شوية برضو سبيشال كيسز كده انت لازم تبقى فاهمهم، ما ينفعش تعديهم. ابسلوت اكس ماينس 2 مالها؟ جريتر زان النيجاتيف 1. ايه السوليوشن سيت بتاعتي حبيبي؟ انت مش بتقولي هنا ايه الارقام اللي عوض بيها جوه الابسلوت يخلي لي الانسر اللي هنا ده اكبر من النيجاتيف 1؟ مش محتاجه حل يا مستر، ده الار كلها. ما اي رقم هيطلع من الابسلوت هيبقى اكبر من النيجاتيف 1. طيب ايه الارقام اللي هنا تخليها جريتر زان الزيرو؟ الار كلها برضو يا مستر بس ما عدا 2. ليه يا حبيبي؟ لان 2 هتخليها زيرو فتبقى الار كلها ما عدا 2، لان 2 بتخليها زيرو وهو قال لي هنا جريتر زان بس. طب لو جريتر زان اور ايكوال يبقى الار كلها. طيب اكس ماينس 2 سمولر زان الزيرو، سمولر زان الزيرو. طيب يا مستر سمولر زان الزيرو دي يعني انا عايز الرقم بتاع الابسلوت يطلع رقم اصغر من الزيرو. هو الابسلوت ممكن يبقى رقم اصغر من الزيرو؟ لا. طيب اكس ماينس 2 سمولر زان نيجاتيف 2، هو الابسلوت ده ممكن يطلع رقم اصغر من النيجاتيف 2؟ لا. x minus 2 smaller than or equal 0، هو الابسلوت ده ممكن يطلع رقم اصغر من الزيرو او equal 0؟ اصغر من الزيرو لا، بس equal 0 يبقى مين الرقم اللي بيخليها لي اصغر من قد الزيرو؟ ال 2. طب عرفنا منين؟ بناخد جوه الابسلوت ونسويه بالزيرو ونحل الايكويشن. طيب ابسلوت x دي بتتفك لايه؟ ل x greater than or equal 0 و x smaller than الزيرو. طيب ابسلوت اكس ماينس اكس ايكوال زيرو، نحل الايكويشن دي ازاي؟ اول حاجه يا مستر دي ابسلوت اكس كده ايكوال اكس. طيب الابسلوت اللي جوه الابسلوت امتى بيطلع رقم بوزيتيف؟ لما تبقى من الزيرو للبوزيتيف انفينيتي. طيب يبقى من الزيرو للبوزيتيف انفينيتي، هنا بقى ابسلوت اكس بلس اكس. طيب ما كده الابسلوت اكس ايكوال رقم ايه؟ نيجاتيف. طيب هو ان جنرال كده امتى الابسلوت بيطلع رقم نيجاتيف؟ من النيجاتيف انفينيتي لحد الزيرو، ده من الديفينيشن حضرتك قايل. طب ليه الزيرو كلوزد؟ ما هو الزيرو كلوزد كده احنا هنا بنخليه في المساله اللي فاتت، انا خليت الايكوال عند البوزيتيف بس عشان دي الرسمه، اما انا هنا هو ممكن هنا يبقى بزيرو عادي مفيش مشكله. طيب تعالى بقى نفهم في الماثيماتكس كمان ليه. انا لو هنا اتقسمت هتقسم ليه؟ هتقسم لحاجتين، ما هو ده ابسولوت واكسبريشن. اخدها مره جريتر زان اور ايكوال 0 ومره سمولر زان الزيرو، باخدها على حالتها زي ما هي في الجريتر زان اور ايكوال، فبقت ال2 اكس ايكوال 0 فبقت الاكس ب0. طيب اكس سمولر زان الزيرو طلعت 0 اوفر 0، طب دي مالها؟ This is satisfied for any value of x smaller than 0. يبقى اي سمولر زان الزيرو بتخلي لي بتحقق لي ال satisfied دي. طيب ده معناها ان كل الارقام اللي سمولر زان الزيرو معايا، يبقى انا معايا النيجاتيف كله ومعايا كمان مين؟ ومعايا الزيرو. طيب ابسلوت اكس ماينس 2 قد الاكس ماينس 2، طب مش دي كده الابسلوت طلع في الحاله البوزيتيف كلها؟ يبقى من ال2 للبوزيتيف انفينيتي زي ما احنا كده كنا بنقول فوق، من الزيرو للبوزيتيف انفينيتي، بس دي عشان ما كانش فيه هنا زيرو، ما كانش فيه رقم بيخليها زيرو يعني. ده اكس ماينس 2 يبقى من اول الرقم اللي بيخليها زيرو اللي هو 2 لحد البوزيتيف انفينيتي. طيب لما يبقى الابسلوت قد العكس بتاعه، مش العكس يعني، ده الاكس ماينس 2 ده كده من غير ما اعمل له تشينج، ده الفاليو البوزيتيف بتاعته. طب ده هنا ال2 ماينس اكس ده كده ايه؟ ده الفاليو النيجاتيف بتاعته. طب ده كده معناه ان هي تبقى ايه؟ من النيجاتيف انفينيتي لحد ال2، من النيجاتيف انفينيتي لحد ال2. الاثنين الاخرانيين دول يعتبروا مسائل، بس انا بختصرهم لك علشان خاطر تسهل على نفسك الحل في اللي تشوز. طيب تعالى نبدا هنا دلوقتي في اول بقى سؤال عندنا غالبا يعني. نبدا بقى اول سؤال. انا هنا بيقول لي ذا سوليوشن سيت اوف ذا ايكويشن ابسولوت اكس ماينس 2 ايكوال ابسولوت 3 ماينس اكس ان الار. طيب يا مستر ده الاثنين قد بعض. ايه ده؟ ازاي يا مستر الاثنين قد بعض؟ ده واحد اكس ماينس 2 وثاني 3 ماينس اكس. يا حبيبي ما احنا اتفقنا ان ده هو ابسولوت اكس ماينس 2. طيب ده كده كل الارقام بتحققها.
يعني الار بتحقق الشكل ده لان كل الارقام بتحققها دي 3. تمام؟ يبقى عشان الاثنين قد بعض فهتبقى لكل الارقام بتحقق الايكويجن اللي قصادي دي. The solution set of the equation absolute x minus 2 x minus 2 ما اتغيرتش، مش حاجه فيها اتغيرت. يبقى المفروض من الزيرو، من اللي بيخليها زيرو لحد البوزيتيف انفينيتي، يعني من ال2 للبوزيتيف انفينيتي. طيب the function square root x square، square root x square ده ماله؟ يعني الفانكشن دي كده absolute x square، absolute square root x square اللي هي عباره عن ايه؟ absolute x plus absolute x. طيب يعني ال fx دي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 absolute x. ماشي يا مستر، عايز solution set لما الانسر بتاعها هيطلع 2. طيب ما سهله جدا، ما هو الفانكشن دي هتطلع ب 2. طيب نحل الايكويشن، ال 2 دي تايم تروح السايد الثاني تبقى ديفايد، يبقى الابسولوت اكس ايكوال 1. الابسولوت بتبقى ايكوال 1، يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 1 اللي هي لتر بي. طب والله كويس. Which of the following does not belong to the solution set؟ اشوف مين ما بتحققش الايكويشن، ولا حل ولا اعمل، اشوف مين ما بتحققش الايكويشن. هعوض بالنيجاتيف 2 هنا، نيجاتيف 2 بلس 2 ب 0، وادي ابسولوت وادي بلس ابسولوت نيجاتيف 2 ماينس 3 بابسولوت نيجاتيف 3، يعني ب 3 0 بلس 3 ب 3، يبقى دي بتحقق. هشيل الاكس واحط مكانها 0، فدي طلعت 2 دي طلعت 1، 1 بلس 2 3، يبقى دي بتحقق. هشيل الاكس واحط مكانها نيجاتيف 3، نيجاتيف 3 بلس 2 بنيجاتيف 1 جوه الابسولوت يعني ب 1، نيجاتيف 3 ماينس 1 بنيجاتيف 4 جوه الابسولوت يعني ب 4، 1 بلس 4 5 مش ايكوال 3، يبقى دي اللي ما بتحققش. طب عايزين نتاكد من الاخيره، 1 بلس 1 3، 1 ماينس 1 0، 0 بلس 3 ب 3 يبقى بتحقق، يبقى دي بتحقق ودي بتحقق ودي بتحقق، دي ما بتحققش. The false statements in the following is، طيب احنا اتفقنا هنا ايه؟ ان الابسولوت لحاجتين تايم بعض تقدر تتوزع على الاثنين. ان الابسولوت لرقم بوزيتيف قد الابسولوت لرقم نيجاتيف. طيب ان الروت للاكس سكوير قد الابسولوت اكس، دي رقم 3. طيب مين الوحيده اللي مش صح دي؟ اتفقنا ان الابسولوت للاكس بلس الواي يا سمولر ذان اور ايكوال ابسولوت اكس بلس ابسولوت واي. يا رب. طيب اول حاجه هنا الزيرو انكلودنج بتوين الاي والبي. طيب عندنا ابسولوت اي بلس ابسولوت بي بلس بي ماينس 2 ماينس ابسولوت اي ماينس بي ايكوال. طيب 2 اي 2 بي اي ماينس بي. طيب انا اسهل طريقه هنا ان انا ابدا افكر ان انا اعوض. طيب انا عايز رقم اصغر من الزيرو، قلنا لنفترض نيجاتيف 1، رقم اكبر من ال 2، بلاش 1 بقى علشان ايه؟ لا في الماينس ما يعمليش ازمه. طيب خليها 2، مش هو البي قد اقل لي رقم اكبر من ال 2؟ طيب اول حاجه يا مستر هنشيل الايه ونحط مكانها نيجاتيف 1، يعني دي ابسولوت نيجاتيف 1 بلس ابسولوت 2 بلس ابسولوت نيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف 1 يعني 3 ماينس ابسولوت دي كام دي؟ نيجاتيف 1 ماينس 2 يعني بنيجاتيف 3. كده كده الاثنين دول هيطلعوا زي بعض. طيب وفي في النص ماينس يعني. طيب دي هنا طلعت 3 كده. اشوف لما اجي اعوض بالاي والبي بالنيجاتيف 1 وال2 مين اللي هتطلع 3؟ نيجاتيف 1 تايم 2 بنيجاتيف 2. 2 تايم 2 4. نيجاتيف 1 ماينس 2 بنيجاتيف 3. ادي 2 ماينس نيجاتيف 1 ب 3. يبقى مين اللي طلعت لي اللي انا عايزه؟ البي ماينس اي، البي ماينس اي. The number of intersecting points in the two curves y equal absolute x minus 2 y equal 2 minus absolute x. أنا لازم أعمل إيه؟ لازم أرسم. طيب أنا عايز أرسم الرسمة اللي فوق دي. ماشي يا مستر، حضرتك علمتنا في الدرس بتاع الجيومتريك اللي هو ليسون 5 و 6، حضرتك قلت لي هنا إن ده إيه؟ دي بي. البي اللي بيحصل فيها؟ بيتعمل لها هنا انا عندي بي وما عنديش سي. طيب البي هنا بيتعمل لها تشينج للساين، يبقى هتبقى نيجاتيف 2 0. ماشي يا مستر. طب دي هنا ما فيش بي بس في سي،
سيب 2 يبقى دي 0 2 ودي بس لتحت. طيب تعال نرسم بس النيجاتيف 2 0 دي الاول. ادي دي النيجاتيف 2 0. هو انا كنت عايز ارسم 0 و 2 الاول. ماشي ادي 0 و 2 ادي كلاين عند 0 ادي ال 1 ادي ال 2 اهي. دي بس لتحت هتقطع الاكس اكسس فين؟ البوينت اوف انترسكشن اوف الاكس اكسس معناه ان الواي ب 0. فانا احل الايكويشن دي كده لما احط الواي ب 0 تبقى 0 ايكوال 2 ماينس ابسولوت اكس. يعني ابسولوت اكس ايكوال 2 يعني الاكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 2. يعني بتقطع الـ بتقطع عند ال 2 0 وعند النيجاتيف 2 0. هي بصل تحت فهتعدي من ال 2 0 من النيجاتيف 2 0 وهتعدي من ال 2 0. دي الرسمه الاولانيه. طب الرسمه الثانيه نيجاتيف 2 0 اهي نيجاتيف 2 0 اهي. طيب هتقطع الواي فين؟ هي بتقطع واي لما الاكس تبقى ب 0 يبقى واي ايكوال 0 بلس 2. يعني هتقطع الواي عند ال 2. انا ماليش دعوه بالجنب اللي هنا انا مش فارقه دي بصه لفوق كده كده. طيب هنا اهي. طيب بالنسبه لنا قطعتها في 0؟ لا ده قطعها في ده كله. طب قطعتها في 1؟ لا قطعتها في 2؟ لا يبقى قطعتها في ايه؟ انفينيت نمبر. انفينيت نمبر. لو انا عندي الاكس انكلودنج بتوين النيجاتيف 1 وال2 عايز يحسب 2x ماينس 1 سمولر ذان الكام. طيب انا عايز اوصل من الشكل ده ده السوليوشن ست. يعني هي الدنيا النهارده كلها عكسي بس معلش يعني الاكس بيلونج من النيجاتيف 1 لل4. طيب دي السوليوشن ست احنا عايزين نوصل منها للشكل ده عشان نشوفها سمولر ذان مين. طيب اول حاجه عندي الاكس انكلودنج بتوين الاثنين كلوزد يعني هنا في ايكوال النيجاتيف 1 وال4. طب انا عايز اخليها 2x يبقى اعمل الانيكواليتي دي كلها تايم 2 فدي بقت نيجاتيف 2 ودي بقت 2x ودي بقت 2 تايم 4 ب 8. حلو قوي يا مستر. عايز اعمل لها ماينس 3 فاعمل ماينس 3 من ال 3 سايدز بقت نيجاتيف 5 وادي 2x ماينس 3 وادي 8 ماينس 3 5. يعني 2x ماينس 3 هتبقى سمولر ذان مين؟ هتبقى سمولر ذان ال 5، هتبقى سمولر ذان ال 5 لتر سي. The solution set of the inequality square root x square minus 2x plus 1 greater than ال 4. عايزين نحل السوليوشن set دي. طيب يا مستر ايه اللي جاب ده للدرس بتاعنا؟ حبيبي مش احنا اتفقنا ان السكوير روت لاي باور 2 بيطلع ابسولوت؟ يا مستر طب ما السكوير روت مش على الاكس باور 2 بس ده على كله. ما انت مش فاكر بقى. الاولاني ليه سكوير روت ماشي، الاخير ليه سكوير روت، اللي في النص 2 تايم روت الفيرست تايم روت السكند. يبقى ده اسمه بيرفكت سكوير. بحله ازاي؟ على الكالكليتر مود 5 3 مود 5 3. طيب كتبتها على الكالكليتر فطلعت لي بكام؟ 1. فانا بكتبها اكس ماينس 1 وادي الروت اهو. طيب هو كده الروت على ايه؟ على براكت باور 2. فالروت بيعمل ايه في الباور 2؟ بيخليه ابسولوت لاكس ماينس 1 جريتر ذان اور ايكوال 4. طيب دي جريتر ذان، ادام جريتر ذان ايه اللي بيحصل؟ بتتقسم مسالتين، يا اما الاكس ماينس 1 جريتر ذان اور ايكوال 4 يا اما الاكس ماينس 1 سمولر ذان النيجاتيف 4. طيب الماينس 1 دي تروح السايد الثاني تبقى بلس يبقى الاكس جريتر ذان اور ايكوال 5. طيب الماينس 1 تروح السايد الثاني تبقى بلس يبقى الاكس سمولر ذان اور ايكوال نيجاتيف 4 بلس 1 اللي هي بكام؟ نيجاتيف 4 نيجاتيف 4 بلس 1 اللي هي بنيجاتيف 3. طيب انا عايز اجيب السوليوشن ست، السوليوشن ست بتاعتي هنا بتبقى ايه؟ طيب انا يا مستر مش فاكر. وليه مش فاكر؟ بقى تعالى يا عم ارسمها. ادي نيجاتيف 3 وادي 5. احنا عايزين ناخد ايه؟ عايزين ناخد كل اللي اصغر من النيجاتيف 3 وعايزين ناخد كل اللي اكبر من ال 5. يبقى انا هاخد الار كلها ما عدا من النيجاتيف 3 لل 5. طب انا هاخد النيجاتيف 3 وال 5 ولا لا؟ هما معايا لانهم كلوزد. طيب ادام هما معايا يبقى انا بقول له ار كلها ما عدا المسافه بس من النيجاتيف 3 لل 5. يبقى الار كلها ما عدا من النيجاتيف 3 لل 5 اللي هي لتر بي the solution set of the equation of the inequality sorry square root لx minus 2 all power 2 plus absolute
2x بلس 4 جريتر ذان 6. طيب يا مستر هنعمل ايه؟ هو الراجل طيب غلبان جدا، عامل هنا ايه؟ هو ناقص اقسم بالله، تطلع ما بتسجلش اساسا. ادي روت لاكس لاكس بلس 2 اول باور 2. طيب السكوير روت للاكس باور 2 دي هتعمل ايه؟ هتخليها، بص بتاع ده مجنني، هتطلع ابسولوت لاكس بلس 2. حلو. طيب ماشي، ادي بلس، هنا ايه اللي عندي؟ نختصر بقى الستبس بتاعتنا. هنا في 2 كومن صح؟ فناخد من هنا 2 كومن، بقت اكس بلس 2 جريتر ذان 6. طيب مش ده كده، انا حولتها لتايم والابسولوت على الاثنين، يبقى بيتوزع على الاثنين، يبقى دي كده اكس بلس 2 بلس 2 اكس بلس 2 ابسولوت اكس بلس 2 جريتر ذان 6. ابسولوت اكس بلس 2 بلس 2 ابسولوت اكس بلس 2 ب 3 ابسولوت اكس بلس 2 جريتر ذان 6. ال 3 دي تايم تروح السايد الثاني تبقى ديفايد، يبقى ابسولوت اكس بلس 2 جريتر ذان 2. طيب دي جريتر ذان، ادام جريتر ذان ايه اللي بيحصل؟ زي المساله اللي فاتت، هنقسم البيج نصين، يبقى الاكس بلس 2 جريتر ذان 2 والاكس بلس 2 سمولر ذان النيجاتيف 2. البلس 2 دي هتروح السايد الثاني تبقى ماينس، يبقى الاكس جريتر ذان 0. هتروح السايد الثاني تبقى ماينس، يبقى الاكس سمولر ذان نيجاتيف 4. طيب انا عايز r كلها ما عدا من النيجاتيف 4 للزيرو. طيب الاثنين مفيش ايكوال، فبخليها كلوزد عشان اقول له ان انا مش عايز النيجاتيف 4 والزيرو، يبقى الار كلها ما عدا من النيجاتيف 4 للزيرو اللي هي لتر بي. طيب نبدا هنا من اول 11. انا عندي الاكس انكلودنج بتوين ال1 وال2، سكوير روت لاكس باور 2 ماينس 2 اكس بلس 1 بلس سكوير روت لاكس باور 2 ماينس 4 اكس بلس 4. طيب بص الطريقه اللي احنا هنحل بيها دلوقتي دي عشان طريقه حلوه. انت اول حاجه بس ده سكوير روت وده بيرفكت سكوير، احنا لسه عاملينه، فده اكس ماينس 1 اول باور 2 تحت الروت، ده كمان بيرفكت سكوير يعني سكوير روت لاكس ماينس 2 اول باور 2. مستر انت جبت من الاكس ماينس 2 دي، موت 5 سريع على الكالكليتور، عملنا 1 نيجاتيف 4 4 الكالكليتور بتطلعها 2، فانا بكتب اكس ماينس 2 باور 2، بدوس ايكوال عشان اعمل براكت الثاني ما بلاقيش. طيب سكوير لباور 2 يعني ده ابسولوت اكس ماينس 1 بلس ابسولوت اكس ماينس 2. اعمل ايه؟ بص يا استاذ، هو قال لي ان الاكس انكلودنج بتوين ال1 والايه وال2، فانا اعوض بال1.5 اي رقم موجود ما بينهم. طب ليه؟ عشان اعوض هنا واشوفها، لو طلعت رقم بوزيتيف، لو طلعت رقم بوزيتيف ده معناه ايه؟ معناه ان انا هنا هاخد الجزء البوزيتيف منها، ولو طلعت رقم نيجاتيف هاخد منها الجزء النيجاتيف. مش هو اي ابسولوت بيبقى ليه اكس ماينس 1 ونيجاتيف اكس بلس 1 ده مثلا؟ انا اخد اني واحد منهم اشتغل عليه؟ انا مش عارف، فعوض بال1.5 فطلعت لي هنا بوزيتيف هاف، هعوض بال1.5 هنا ادتني نيجاتيف هاف، ده معناه ايه؟ ده معناه ان ده هاخد الجزء البوزيتيف بتاعه اللي هو اكس ماينس 1، وده هاخد الجزء النيجاتيف بتاعه يعني النيجاتيف اكس بلس 2. النيجاتيف اكس هتروح مع البوزيتيف اكس، فالانسر بتاع ده اداني كام؟ الانسر بتاع ده اداني 1. اتمنى ان انتوا تبقوا فهمتوا السؤال ده. number of integers solutions to the inequality، يعني انا حل inequality عادي وطلع solution set عادي وشوف في كام integers موجود في النص. يعني هنا اول حاجه دي smaller than or equal، يبقى هياخد كده smaller than or equal مره negative 5 ومره positive 5. الماينس 2 تروح هنا تبقى بلس وهنا تبقى بلس، بقت من النيجاتيف 7 لحد الكام؟ لحد ال 7. من النيجاتيف 7 لل 7 دي في كام؟ ايه النيجاتيف 7 دي؟ يا بابا الماينس دي لما تيجي تروح السايد الثانية هتبقى بلس 2، ف 2 ماينس 5 ب 3 بنيجاتيف 3، فانا هاخد من اول نيجاتيف 3 ادي نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2 3 4 5 6 7. طب دول كام رقم؟ كام انتجر؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يبقى الاجابه بتاعتي كام؟ 11. ذا دومين اوف ذا فانكشن، عايزين نجيب دومين للفانكشن دي. اول حاجه بس ده كده سكوير روت، طب واللي تحتيها ده ايه؟ ده ابسولوت اكس، يبقى سكوير روت لابسولوت اكس ماينس 1. عايزين نجيب له دومين، مش ده سكوير روت؟
لازم اللي جوه يبقى ماله greater than or equal 0. الماينس 1 تروح السايد الثاني تبقى بلس، يبقى الابسولوت greater than or equal 1. greater than or equal 1 بتتقسم لمسالتين، مره الاكس greater than or equal 1 ومره الاكس smaller than or equal negative 1. يبقى الار بتاعتي من النيجاتيف 1 لل1 والاثنين هيبقوا اوبند لانهم هنا كانوا كلوزد، فانا باخدهم عندي. وهي هنا بقول لك ار ما عدا الجزء ده اللي هي لتر كام؟ لتر دي. اخر سؤال بقى عندي بيقول لي ذا فانكشن اف اكس عباره عن ابسولوت اكس ماينس 2 بلس 4 زين ذا سوليوشن سيت اوف اف اكس بلس 2 ايكوال 3. طيب يا اساتذه هنا هو شايفين الفانكشن دي، انا هعوض بدل اكس هخليها اكس بلس 2 واساويها بال3، يعني هتبقى ابسولوت اكس بلس 2 ماينس 2 بلس 4 ايكوال 3 ونحل الايكويشن. طيب ده كده راحوا مع بعض، بقى لي ابسولوت اكس البلس 4 تروح السايد الثاني تبقى ماينس، بقت 3 ماينس 4، يعني الابسولوت اكس ايكوال نيجاتيف 1. ابسولوت اكس ممكن يطلع في وقت من الاوقات نيجاتيف 1؟ لا، يبقى السوليوشن سيت مالها فاول. كده احنا خلصنا البارت 1 من الليسون 6.